السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيك وفيك. معذرة سؤالين، يعني السؤال الأول بالنسبة لشخص حلف كاذبا على المصحف، فهل له كفارة يمين؟ حلف على المصحف كاذبا. نعم. لماذا حلف على المصحف كاذبا؟ ضيع حق أحد؟ هو لأنه لو لم يحلف لأدى ذلك إلى يعني طلاق امرأة. طب وما تطلق يعني، المشكلة المحلف كذاب يعني. يعني على العموم ليس هذا من الأيمان التي تكفر بإطعام 10 مساكين، هو أعظم من أن يكفر ب10 مساكين. هو يعمل أعمالا صالحة ويستغفر، وإن كان هناك مظلوم تضرر باليمين يفكر كيف ترد المظلمة. السلام عليكم.